قرار عاجل من الرئيس السيسي بشأن رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، وعاجل تفاصيل عن مفاجأة كبرى وعن خطة لاغتيال أبي أحمد، وعاجل ننشر تفاصيل وصية مؤثرة من دلال عبد العزيز لزوج ابنتها حسن الرداد، وهم جدا 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير بعد مباراة في الدوري المصري، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وخبر صار من السكة الحديد لكل المصريين، والعفو الدولية توجه ضربة كبرى لإثيوبيا، بننشر ليكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل تفاصيل عن مفاجأة كبرى وعن خطة لاغتيال أبي أحمد. كشفت تقارير إثيوبية أن هناك خطة لاغتيال أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعدما أعلن زعيم جماعة مسلحة عن تحالف جماعته عسكريا مع قوات تجري ضد حكومة إثيوبيا، حيث امتد الصراع الذي بدأ في إقليم تجري العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة. قالت التقارير أن هناك خطة لتهريب أبي أحمد خارج إثيوبيا إذا فشلت الأجهزة الأمنية في حمايته. وقال كومسا دريبيا زعيم جماعة جيش تحرير أورومو الذي صنفته الحكومة الإثيوبية كمنظمة إرهابية، معروفة أيضا باسم جان مارو، لوكالة أسوشيتد بريس في مقابلة: الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها. وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحه قوات تجري، وقال: اتفقنا على التعاون ضد عدو واحد، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري، التعاون جاري، نتبادل المعلومات المتعلقة بساحة المعركة ونقاتل بالتوازي. وذكر أن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضا، وأكد أن جماعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة. سيكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء أبي أحمد بحسب ديريبيا. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، ومن الواضح والصريح أمامنا إن حكومة أبي أحمد يعني قدامها وقت قليل جدا، يعني محاولة إنقاذ أبي أحمد من هذه الورطة يعني تكاد تكون معدومة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وقرارا عاجلا من الرئيس السيسي بشأن رئيس المخابرات السابق وفريال عبد العزيز. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز على جسر جديد، وسيتم إطلاق اسم فريال الحاصلة على الميدالية الأولمبية في الكاراتيه في طوكيو 2020 على الجسر الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد وجه المسؤولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق أسماء أبطال مصر في الأولمبيات. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري. وكان الرئيس السيسي قد كرم فريال بعد حصولها على الذهبية بطولة العام 2019 بالإضافة إلى تكريم والديها. وحققت فريال إنجاز كونها أول لاعبة تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر في دورة الألعاب الأولمبية، حيث لم تسبقها أي لاعبة مصرية بتحقيق الذهبية بعد أن فازت عبير عبد الرحمن بالفضية والبرونزية في رفع الأثقال، وصار سمير بالبرونزية أيضا في رفع الأثقال. مصدر معانا كان من RT. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل ننشر تفاصيل وصية مؤثرة من دلال عبد العزيز لزوج ابنتها حسن الرداد. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وصية بكلمات مؤثرة من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز
لزوج ابنتها إيمي النجم حسن الرداد. وقالت خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني قديم بإحدى الفضائيات: حسن مش محتاج توصية، لأن حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس قوي، وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها، وإحنا كمان بنحبهم. وتابعت: دايما دعوتي ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدي سرهم، ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام. أنا بعامل حسن من قلبي وبحبه، لأن أولا اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمي في مسلسل ابن الأرندلي من 2009، وبيبقى قلبي عليه وهو بيشتغل. هو وإيمي عندهم كيمياء في الفن، هو فنان وجميل وموهوب. ورد حسن قائلا: عمري ما حسيت إنها حماه هي أم، عمري ما شفت منها غير كل حاجة طيبة، ودايما لو في حاجة بيني وبين إيمي هي على طول بتيجي معايا، وبشوف إنه رزق غير إن ربنا يرزقك بزوجة كويسة، يرزقك إن أهلها يبقوا كويسين. وكانت قد سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر 61 سنة بعد حجزها في المستشفى قرابة 4 أشهر. وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة، حتى أعلن زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان سلبية المزح. ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب اللي حصل لها لم تتركها، وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي. مصدر معانا كامل اليوم السابع، ربنا يرحمها يا رب، كانت فنانة كبيرة وعظيمة، ربنا يرحمها ويصبر أهلها ويرحم الفنان الكبير سمير غانم. انتقل مع بعض الخبر آخر وهام جدا: 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير بعد مباراة في الدوري المصري. تعرض 4 لاعبين في نادي الزمالك المصري لحادث سير أثناء عودته من الإسكندرية إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، وانفجر إطار السيارة التي استقلها اللاعبون كلا من محمد أشرف رؤى ومحمود حمدي الونش وأيمن حفني وإسلام جابر، مما أحدث خللا فيها قبل أن يتم تدارك الموقف وتنتهي الأزمة بسلام. ونشر اللاعب إسلام جابر صورة من الحادث على حسابه الرسمي على إنستجرام معلقا عليها: الحمد لله. حرص محمد أشرف رؤى على طمأنة جماهير القلعة البيضاء، وأكد أن الحادث كان بسبب تعطل مفاجئ في إطار السيارة مما تسبب في انفجاره. وقال: الحمد لله أنا وكل زملائي بخير، ولم نتعرض إلى أي مكروه، وفي طريقنا الآن للعودة للقاهرة بشكل طبيعي. وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب استاد الإسكندرية بهدفين دون رد. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، الحمد لله على سلامتهم، إن شاء الله ربنا يعوضهم يعني بسبب الحاجات البسيطة اللي حصلت في العربية، يعني إن شاء الله الموضوع يكون بسيط والعربية ما حصلهاش حاجة، أهم حاجة صحتهم، فنتمنى ليهم الخير بإذن الله. وبمناسبة الزمالك يعني قولولنا في التعليقات أنت أهلاوي ولا زملكاوي. أنا عن نفسي كإسلام يعني أنا أهلاوي حتى الصميم. تعالوا ننتقل لخبر آخر، وخبر صار من السكة الحديد لكل المصريين. وأكدت هيئة السكة الحديد أنها ستستقبل آخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال أيام، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوليد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة الصفقة 1,016,050,000 يورو. ووصل من الصفقة حتى الآن 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقي العربات 500 المتعاقد عليها ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة السكة الحديد. صفقة 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة و500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، إن شاء الله نتمنى يعني دخولهم الأراضي المصرية على خير بإذن الله، والشعب المصري ينتفع من العربات الروسية الجديدة بإذن الله.
ننتقل مع بعض الخبر آخر، والعفوة الدولية توجه ضربة كبرى لإثيوبيا. وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت بسبب النزاع الدائر في إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا. وقالت إن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية كانوا قد استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب. والعفو الدولية قالت إنه بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف اللي ارتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب، وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، وتعرض الضحايا للإذلال مرارا. وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل. وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجيا من أشكال العنف وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو الماضيين. ووفقا للتقارير تم تسجيل 1288 حالة من هذا القبيل في الفترة من فبراير لإبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك. طبعا منظمة العفو الدولية الآن يعني مش هتسيب أبي أحمد، يعني تقريبا كله متكالب على أبي أحمد، كله يعني ضد أبي أحمد، ما فيش حد واقف الآن بجانب أبي أحمد. المجتمع الدولي وإقليم تيجراي وجبهة تحرير أورومو، تقريبا كل الجهات يعني واقفة ضد أبي أحمد. فده شيء يعني بينذره أنه يعني نهايته قربت. أنا أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. إن شاء الله أشوف حضراتكم بإذن الله في أخبار جديدة وقريبة. كان معكم يعني إسلام الأمير، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم بإذن الله. كان معنا أيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، إن شاء الله أشوفكم قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.